السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مسلسل النهاردة بيبدأ في سنة 2020 في ليلة كان فيها عاصفة تلجية ومجموعة كبيرة جدا من جنود الجيش محاصرين مكان في المدينة اللي غطاها التلج والمروحيات محاصرة المكان. بنشوف في التلج ده مجموعة من الوحوش بتظهر كل شوية وبيحاولوا يتحركوا بس المروحيات بتضرب عليهم نار لغاية ما بيخرج شاب من الأنقاض كانت هدومه متقطعة ومتصاب إصابات كتيرة في جسمه زي ما يكون كان بيتقاتل مع الوحوش دي. الجنود في الأول كانوا فاكرينه وحش لأن ما كانش حد مستوعب إن يكون في إنسان قدر ينجو من الكارثة اللي حصلت هنا وبدأوا يضربوا عليه نار بس هو مش بيتأثر وبيكمل مشي. كان في حاجة غريبة قوي عينيه كانت كلها سواد وشكله مش إنسان عادي. تفتكروا إيه حكايته وإيه اللي خلاه يتحول وكمان ينجو من الوحوش دي ومن ضرب النار والرصاصات اللي أصابته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في أحداث مسلسلنا النهاردة. بس زي ما قلتلكوا خلونا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو أول مرة بتشوفونا، وقولونا في التعليقات بتتابعونا منين. قبل الكارثة دي بشهر كان يون سو ماشي في الشارع رايح على المجمع السكني علشان يسكن هناك، بنلاحظ ان مفيش معاه ولا حاجة غير الكمبيوتر. ساعتها وهو معدي كان في واحد من حراس الامن بيقص العشب، ومرة واحدة سلاح الآلة بيطير وكان هيلبس في وشه يون سو لولا ستر ربنا كان بعيد عنه بثلاثة سنتي بس. لما الحارس بيكلمه علشان يعتذر له بيقول له ان مفيش عمال يقوموا بالخدمات دي والشركة مكلفاه بكل الاعمال ومش بتديله فلوس كفاية كمان. وكل ما يون سو يجي يرد عليه الحارس يقول له علي صوتك علشان مش سامعك. كان صوته واطي جدا ومنطوي في نفسه وبيرد بالعافية. ولما بيوصل اوضته بيقعد في حالة يأس واكتئاب، ما هو عايش لوحده وملوش حد ومش بيشتغل ولا له هدف في الحياة. ساعتها بيوصل لمستوى عالي من اليأس وبيقوم يطلع على سطح العمارة ويقف على السور علشان يرمي نفسه وخلاص ينهي حياته المملة دي. في الوقت اللي كان حارس الامن بيتعرض لمشكلة في شغله لما واحد من الشركة صاحبة العمارة بيجي وبيشوفه نايم مش بيشوف شغله وبيفرض عليه انه يشيل السرير لان الناس اشتكوا انه بينام وقت طويل ومش بيشوف شغله. وبعد ما المدير بتاعه بيمشي بتيجي واحدة من السكان تديله صندوق فيه سمك وتقوله انه جاله هدية وهي اصلا مش بتاكل السمك. فالحارس بيفرح ولما بيفتح الصندوق بيتصدم ان السمك بايظ وريحته بشعة، وفي لحظة بيجيله نزيف في مناخيره وحالته بتسوق. ساعتها على سطح العمارة كان هيون سو بعد ما كان هيرمي نفسه خلاص بيلفت نظره بنت كانت بتدرب على الباليه فبتجذب انتباهه شوية. ساعتها هي بتاخد بالها منه بتقوله انت لو عاوز تموت نفسك روح مكان تاني علشان ما تعملش مشاكل لسكان العمارة، كفاية المشاكل اللي عايشين فيها. بينزل على اوضته وقتها بيلاقي الحارس واقف قدام اوضته بيبص من العين السحرية عاوز يشوفه جوه ولا ايه. والحارس بيتفاجئ بهيون سو وراه فبيقوله انه لازم يملا استمارة التسجيل. ساعتها هيون سو بيقوله انه هيبقى يعدي عليه في مكتبه وبعدين بيدخل اوضته وبيقفل الباب، بس بيتفاجئ ان الحارس مسك الباب بقوه وما كانش راضي يخليه يقفله. وهيون سو بيشد الباب بالعافيه وبيقفله بسرعه لانه خايف من الحارس. ولما بيبص عليه من العين السحريه بيلاقيه لسه واقف قدام الباب وبيحاول يتجسس عليه. في الوقت اللي كانت جارته ماشيه في الممر وبتكلم امها وبتزعق معاها علشان ما نجحتش في تجربه الاداء في الدور الجديد، كانت متضايقه جدا علشان كمان اتصابت بنزيف في مناخيرها. ولما بتعدي وتدخل اوضتها وهي بتقول انها جعانه قوي الحارس بيمشي وراها. وفي شقه تانية كانت جي سو بتتدرب على عزف الجيتار وبتعمل معزوفه جديده علشان اختبار الفرقه، وبعد ما تخلص بتخرج وهي مستنيه الاسانسير بتيجي واحده من السكان ومعاها عربيه اطفال بتستنى مع جي سو اللي بتتفاجئ ان الست مجنونه بتتكلم على بنتها الصغيره وبتلعب معاها والعربيه اصلا فاضيه ما فيهاش اطفال ولا حاجه. ساعتها جي سو بتخاف منها ومش بتركب معاها الاسانسير. واللي بيشوف الموقف ده كان جار تاني ليها اسمه يوك اللي بيقولها انها مش مجنونه ولا حاجه، كل الحكايه انها فقدت طفلتها من فتره لما العربيه اتدحرجت منها في الشارع وهي مش واخده بالها وشاحنه خبطت عربيه بنتها اللي كانت عندها سنه واحده وقتلتها. ويوك بيقول لها ان ده ابتلاء من ربنا وان كل واحد مننا بيكون عنده ابتلاء مختلف كاختبار لينا وبيقربنا من ربنا وبيعرفنا ازاي هنتصرف في اكتر وقت نحس فيه بالضعف والعجز والياس. بعد ما بيخرجوا من الاسانسير هيوك بيخبط في واحد من بتوع العصابات واسمه سانجوك اللي بيوقع منه شريط لاصق. في مشهد بنشوف انه كان بيستخدم الشريط ده في تعذيب واحد من سكان العماره مكتفه كله زي الموميا مش باين منه غير عين واحده وبقه، وبيوريه صوره في التليفون والشاب المتكتب بيترجاه انه ما يقتلهوش. يونسو كان في شقته قافل على نفسه فتره طويله مش بيخرج وعايش على اكل الرامن والنودلز وبيلعب 24 ساعة فيديو جيمز. وفي الشقة اللي جنبها على طول كانت البنت الممثلة بتبكي انها جعانة ومفيش عندها اكل ولا عارفة تأكل القطة بتاعتها حتى. وبعدها بشوية لما هيون سو بينام بيجيله رسالة من واحد صاحبه انه عدى عليه وملقاش حارس العمارة فساب له كرتونة نودلز قدام الباب. ساعتها هيون سو بيفتح الباب علشان ياخدها بس بيتفاجئ ان الكرتونة مفتوحة وكمية كبيرة منها متكسرة ومتقطعة على الارض.
ولما بيمشي ورا الاثار بيتصدم لما بيلاقي باب جارته مفتوح وفيه دم على الارض، وهي بتمد ايديها فجاه تاخد راس القطه اللي كانت بتتدحرج على الارض وبتاكلها. ساعتها عيون سو كان هيموت من الرعب، وبحركه واحده كان دخل شقته وقفل الباب وجري استخبى تحت الغطاء على السرير. بس بيتفاجئ ان جارته دي جت تخبط على بابه وبتطلب منه المساعده وانها جعانه ومحتاجه اكل. ولما هيون سو بيقرب من الباب وبيشوفها في الكاميرا وكان هيفتح لها الباب، بس بيقرر يتصل بالشرطه الاول. لما بيجي يتصل مش بيلاقي شبكه في التليفون وكان في صوت طنين عالي، فبيرجع يشوفها وبيفكر اللحظه وبيطلب منها توريه ايديها وهو يفتح لها. ساعتها البنت بتتحول وعينها بتسود ومناخيرها بتنزف بغزاره وبتهجم على الباب تكسره وتدخل علشان تقتل هيون سو. بس وقتها كانت جيسو عامله دوشه بعصفها العالي والبنت اللي اتحولت بتروح ورا الصوت. ساعتها هيون سو بيخرج من الشقه ومعاه عصايه حديد علشان يدافع بيها عن نفسه، بس مش بيلاقيها في المكان. لما بيشوف هيوك بيساله ما شفتش واحده غريبه من شويه، وبيقع من طوله من الصدمه اللي حصلت له. في الوقت اللي كانت البنت المتحوله بتخبط على جيسو، وعلى ما راحت تفتح لها بتشوفها في الكاميرا وبتتصدم من شكلها. كانت مخيفه وفي هيئه وحش فعلا، وبتنزل ضرب وتكسير في الباب علشان تدخل، وجيسو مرعوبه مش عارفه تعمل ايه. وفجاه البنت المتحوله بتختفي، ولما جيسو بتخرج تشوف في ايه اللي بيحصل. هيوك كان وصل وبيقول لها ان في حاجه مش طبيعيه، لان الباب مع انه معدن مصفح كان اتطبق خالص. وبنكتشف ان تحت في العماره كانت الابواب مقفوله ومحدش من السكان عارف يخرج. حارس الامن محدش لاقيه ومش عارفين ايه اللي بيحصل. وساعتها كان في واحده من السكان اسمها كيونج تشتغل اطفائيه، بتكسر اوضه حارس الامن وبتتصل بالطوارئ بس بتسمع رساله ان في حاله طوارئ في البلد. وكيم بقى كان عمال يضغط على كل الازرار علشان يفتح ابواب العماره بس مش بيعرف، وبيطفي الانوار. وعلى ما بيلاقي مفتاح الانوار وبيدوس عليه كانوا الناس اتفاجئوا بان في واحد شكله غريب واقف عند البوابه. كان طويل جدا وشكله مرعب، ومره واحده بيهجم على الناس وبيقتل منهم واحد وبيمتص كل دمه، والراجل بيقع على الارض جثه اشبه للمومياء. ساعتها الناس كانوا في حاله رعب وصدمه من المنظر ومش بيقدروا يتصرفوا زي ما تكون حركتهم اتشلت. بس هيون بيجي بسرعه وبطفايه الحريق بيسلطها على الوحش لغايه ما بيجبروا انه يتراجع وبيقفلوا المصاريع بسرعه. بس للاسف كان الوحش اسرع ومش بيعرفوا يخرجوه في الوقت المناسب، وهيون كانت الطفايه خلصت ومبقاش عارف يعمل ايه. فكان الوحش بيهجم عليه وكان هيقتله، بس كيونج بتجري عليه وبتبعده عن الوحش وبتخلي الوحش يبعد كمان. وساعتها كانت المصاريع بتتقفل وكيونج هتتحبس بره، بس هيون بينقذ حياتها زي ما انقذت حياته وبيشدها بسرعه يدخلها. في الوقت اللي كانوا فاكرين ان جه وحش واحد، هيون بيقول لهم ان الشارع بره مليان. ولما بيبصوا بره المبنى بيتفاجئوا ان فعلا الشارع كله مليان بالبشر اللي اتحولوا لوحوش مخيفه ومرعبه. المدينه كانت متدمره حرفيا، فبيعرفوا ان دي نهايه العالم خلاص. تاني يوم الصبح لما سو بيفوق وبيفتح الشباك بيشوف ايه اللي بيحصل في المدينه، بيتفاجئ ان المدينه بقت خراب، وهو مره واحده مناخيره بتنزل بشده. بنرجع فلاش باك كام سنه لما كان سو عنده 19 سنه، كان على طول حابس نفسه في اوضته ومش بيخرج منها خالص، ومع انه كان في ثانوي لانه ما كانش لا بيروح المدرسه ولا عنده اصحاب، عايش يلعب فيديو جيمز وبس. وبنعرف ان عنده مشاكل نفسيه وتاريخ مع الاذى الذاتي، كل ما كان بيتعب او بيتضايق كان بيجرح نفسه. وامه حتى ما كانتش عارفه انها تخرجه من الاوضه ولا بتتواصل معاه غير من خلال رسائل التليفون. ابوه كان بيلوم امه انها سبب في حالته دي، وكان جاب اخره من هيون سو وكان بيتخانق مع زوجته وهما في الطريق، وبنته بتحاول تهديه وتقول له ان الذنب في حاله هيون سو ومش ذنب امها. فجاه بتخبطهم شاحنه والعربيه بتتقلب وهما الثلاثه بيموتوا. في الجنازه الكل بيتفاجئ بهيون سو جاي وبيزعق لعيلته انهم ماتوا وسابوا له 30 مليون وون بس، ازاي هيعيش بيهم وانهم اخيرا حققوا رغبتهم وخرجوا من الاوضه. وبينهار وبيزعق والناس بيخرجوه بالعافيه. كل ده كان هيون سو بيحلم بيه وهو لسه مغمى عليه، وجيسو قاعده جنبه بمضرب البيسبول تحرسه. في الوقت اللي سانج ووك بيتعرض لهجوم من جاره هيون سو المتحوله لجعانه، وبنتفاجئ برد فعل سانج ووك وانه مش ضعيف ابدا وعنده ثبات انفعالي، وبيمسكها بيد واحده وبيبعدها عنه بعد ما بتوض في كتفه، وبينزل فيها ضرب بايده وبيدوس فيها لغايه ما بيقتلها لدرجه انه بيكسر الحيطه. وجيسو كانت نازله السلم لما بتلاقي الحارس في حاله تحول وواقف يكلم نفسه في الحيطه، ومره واحده اول ما بيحس بيها معديه من وراه كان هيهجم عليها، بس هيوك بيظهر ومعاه سيف من بتوع الساموراي وبيضرب بيه الحارس اللي اتحول وبقى وحش مخيف وبيقطع له راسه نصين. في مدخل العماره كان في خناقه بين الناس علشان واحده من السكان كانت عاوزه تفتح الباب بالعافيه علشان بنتها جايه في الطريق ولسه ما وصلتش وخايفه عليها من الوحوش اللي بره، بس محدش بيخليها تفتح الباب علشان حياتهم كلهم ما تتعرضش للخطر. ساعتها الكل تليفوناتهم بترن وبيجي لهم رساله تحذير من الطوارئ انهم لازم يستخبوا في مكان مقفول وما يخرجوش الشارع، واي حد تظهر عليه اعراض الرعاف ونزيف الانف لازم يعزلوه لان دي بدايه التحول. وبنتفاجئ ان الحارس اللي راسه اتقطعت لسه عايش وبيقوم يمشي مش شايف، بس بيسمع بودنه اللي كان سماعها اقوى من الخفاش. وفي الوقت اللي كان فيه مجموعه بيتخانقوا علشان عاوزين يطلعوا الادوار اللي فوق ويستخبوا في شققهم،
بيتفاجئوا بالباب بيتفتح، وده كان سانج ووك ومعاه اخته هيوك. واول ما الناس بيشوفوه في اثار عض على كتفه، كيم بيصعقوا علشان فاكروا ان هيتحولوا يبقى خطر عليهم. وبعد 8 ساعات كان هيون سوك في شقته لسه بينزف، فبيدخل على الانترنت علشان يشوف الاعراض اللي عنده دي بتاعت ايه، بس النت بيفصل فجأة من غير ما يعرف كل المعلومات اللي عاوزها. ساعتها بيحس بالجوع فبيفتح الباب يشوف كرتونة النودلز لسه زي ما هي ولا ايه علشان يجيبها، بس بيتصدم لما بيلاقي الحارس المتحول سمع صوت الباب بيتفتح ودخل الشقة، ويونسو واقف كاتم نفسه وخايف يتحرك والحارس يحس بيه ويبقى في ورطة هيقتله. ولما الحارس بيسمع صوت بره بيخرج تاني، ويونسو واقع على الارض في صدمة وبيحمد ربنا انه محسش بيه. سانجو كانوا كتفوه في كرسي علشان خايفين منه، ولما كيم بيدخل يقتله قبل ما يفوق، اول ما بيقرب من سانجوك بيفوق بيخبطه خبطه في راسه ويقع على الارض مغمى عليه. وكيونج كانت هي وهيوك بيدوروا لو حد محتاج مساعده، وبيلاقوا الشاب اللي سانجوك كان لفهم ولا الموميا ده، فبيساعدوه بيحرروه. ساعتها بيلوم ان في حرامي اقتحم شقته هو اللي عمل فيه كده، بس بالعقل كده لو هو حرامي كان قتله في لحظه وسرق اللي هو عاوزه ومشي، ليه يكلف نفسه الجهد ده كله الا اذا كان في حوار كبير. المهم ان يو جاي بياخد مطرقه وبينزل معاهم علشان يدافع بيها عن نفسه هو كمان، والست اللي بنتها بره كانت بتترجاهم انهم يسيبوها تخرج تساعد بنتها، بس محدش بيوافق. وهيونسو كان في اوضته قرر ينتحر تاني، وبيفتح الشباك علشان يرمي نفسه، بيتفاجئ ان الدور اللي تحتيه كان واحد متعلق في الشباك وبيحاول ينزل من المبنى علشان ياخد اولاده للامان، بس المفاجاه ان كان في وحش له عين كبيره جدا زي عين الحلزون كده بتتحرك مسافه طويله بعيد عن جسمه، ومره واحده بتهاجم الراجل واولاده كانوا في الشباك مش عارفين يعملوا له ايه، وعين الوحش بتقرب منه وكانت هتهاجمه. ساعتها كان هيونسو استخبى اصلا، بس لما سمع صوت الاطفال بيصرخوا فتح الشباك تاني، وقع المكيف على عين الوحش، وبعدها بيتفاجئ ان العين شافته وتهجم عليه وبتلف عليه لغايه ما بتعصره وكان هيموت. وفي اللحظه دي بيسمع صوت ضرب نار والعين اتدمرت، ولما بيبص من الشباك بيلاقي ان هان دو سوك واحد جاره هو اللي ضرب نار على العين وانقذ حياته، وبيتواصل مع هيونسو بجمله كتبها على لوحه، وبيتفقوا على انه ينزل ينقذ الولدين بسرعه من غير ما يعمل صوت لان الوحوش دي مش بتموت. في الوقت اللي كان جاي يو مشي لوحده ورجع على شقته تاني، وقبل ما هيونسو بيروح في مهمته بيعدي على دوسك اللي بيحول العصايه اللي كانت معاه لسلاح صاعق وبيجري بيها في الممرات بيحاول ان يتفادى الوحوش، بس الوحش اللي سمعه قوي بيحس بيه وبيطرده وكان هيقتله لان هيونسو اتحرك بسرعه وبيرمي كنز ناحيه الوحش علشان يشتته، ومره واحده بيهجم عليه وبيصعقه لغايه ما بيقع على الارض، وهيونسو بيتحرك بسرعه وبيروح ينقذ الولدين. في الوقت اللي كانت كي وانج نزلت البدروم علشان تقضي على الوحش اللي هناك، ولما بيرجع تاني لهيونسو كان ماشي مع الولدين علشان يرجع بيهم لشقة دوسك، فجأة مناخيره بتنزل بغزارة وبيبدأ انه يتحول ويشوف لمحات من ماضيه، وبنعرف انه كان بيتعرض لتنمر شديد من زمايله في المدرسة وكل التعذيب والإصابات اللي في ايده وجسمه بسبب التنمر. ومرة واحدة هيونسو عينيه بتتحول للون الأسود وكان هيجم على الأولاد يقتلهم. نرجع فلاش باك ليوم الحادثة بتاعت أهله، وبنعرف ان يومها جات له رسالة من لعبة جديدة بيقدم هيونسو انه يكون مجرب للعبة دي قبل ما تنزل السوق. ساعتها بتصل خناقة بينه وبين ابوه وبيعملوا الحادثة كلهم وبيموتوا مش بيفضل غيره. وبعد ما بيكون في غيبوبة فترة بيفوق، ولما بيخرج من المستشفى كان حاسس انه 2 في 1، في شخصية شريرة جواه بيمثل كل اهواءه وغضبه كانت بتحاول تسيطر عليه علشان يبقى شرير. وفي الوقت الحاضر كان هيونسو وقع مغمى عليه والاطفال بيساعدوه بيحاولوا يفوقوه، لان كان في وحش ضخم بيكسر في الحيطة علشان يعدي وياكل الاطفال. ساعتها هيونسو بيتصدى للوحش مع انه بيتحول هو كمان، بس بيمنعه من انه يقرب للاطفال وبيحميهم لغاية ما بيهربوا من الوحش. وبعد ما كان الوحش نازل ضرب في هيونسو بكل قوه بيخليه يكسر الحيطه كمان، بيظهر هيوكو بيهاجم الوحش العملاق بسيفه لغايه ما بيوقعه على الارض، وهو وجيسو بينقذوا هيونسو. وجيسو لما بتلاقي انه مصاب كانت عاوزه تقتله قبل ما يتحولوا يقتلهم كلهم، بس هيوك بيمنعها. ساعتها هيونسو بيترجاهم انهم يساعدوه ينفذ وعده وانه ينقذ الاطفال ويوصلهم شقه دوسك في امان. الاطفال كانوا طالعين السلم لما بيتفاجئوا بالوحش بودان واحده قدامهم، فبيوقفوا متصمرين في مكانهم لان هيونسو كان حذرهم من الوحش ده قبل كده وقال لهم ازاي يتصرفوا لو قابلوه. فعلا بيوقفوا ثابتين لغايه ما بيعدي ومش بيحس بيهم، بس فجاه الوحش العملاق بيظهر تاني وبيتوجه ناحيه الاطفال يهاجمهم، بس ساعتها الوحش بودان واحده بيسمعه وبيمد ايده اللي بتتمط زي غصن الشجره وبتمكن من الوحش العملاق وبيتقتلوا سوا لغايه ما الوحش العملاق بيرمي التاني من الشباك. الاطفال كانوا استغلوا الفرصه وهربوا وطلعوا يدوروا على اي حد يساعدهم لغايه ما بتظهر الست اللي فاكره بنتها لسه عايشه بتتصدى للوحش. في الوقت اللي كان رئيس البلد بيقول خطاب في الناس بيحذرهم من الخطر اللي البلد فيه وانهم لازم يفضلوا في بيوتهم، بس فجأة الرئيس بتظهر عليه اعراض الاصابة على الهواء وبيتحول بيقول للناس انهم كلهم هيموتوا ودي نهاية العالم، لغاية ما واحد من الجنود بيضربه برصاصة يقتله قبل ما يكتمل تحوله ويبقى وحش منيع.
وكل اللي بيشوف الخطاب ده بينهار وبيعرف ان الخطر حقيقي والنوم ميتين لا محاله. وكيونج تحت المبنى في البدروم بيسحبها وحش غامض مش بتقدر تتحرر منه. والوحش العملاق كان بيقرب من الست اللي بتحمل الاطفال وبيدوس على عربيه الاطفال بتاعتها. في اللحظه دي بيتهيأ لها انها شايفه بنتها الرضيعه على الارض والوحش بيدوسها، فبتصور وبتتجنن وبتقول انها مش مجنونه زي ما الكل فاكرين، وانها عارفه كويس ان بنتها ماتت بس ما كانتش قادره تتقبل حقيقه فراقها وانها فقدتها. وفجاه الوحش بينزل ضرب فيها. وهنا يون سو وهيوك وجيسو كانوا وصلوا بيشوفوا المنظر، ولما الوحش كان هيهاجمهم هم الست بتقوم من على الارض بعد الضرب المميت اللي اخدته. ولو انسان عادي ما كانش زمانه عايش اصلا، بس بنكتشف انها مصابه اصلا وبتبدا في التحول وعينيها بتكون باللون الاسود، بتخنق الوحش وبتنزل فيه ضرب. وجيسو بتساعدها وبتضربه هي كمان، على ما يون سو بياخد الولدين وبيرجع بيهم لشقه دوسك. عشان هيوك يتغلب على الوحش بيخليه يطرده لغايه ما بيوقعه في فخ انه يجري وراه بكل سرعته ومش بيقدر يتحكم في نفسه، بيقع من الشباك على الارض بره. وتاني يوم كانت واحده من السكان غفلت هيون وفتحت المصاريع علشان تخرج تجيب بنتها اللي محبوسه بره واكيد في خطر كبير. وعلى ما الباب بيفتح كان الباقيين منعوها تخرج وحاولوا يقفلوا الابواب تاني، بس المفاجاه ان بنتها بتطلع فعلا عايشه وبتجري ناحيه المبنى ومفيش ولا واحد بيفكر انه يساعدها ولا يسيب امها تساعدها. وساعتها كان في جندي موجود هو اللي بيجري بسرعه علشان ينقذ البنت لما بتقع على الارض. واول ما بيقرب لها الكل بيتصدموا لما بيلاقوا الوحش اللي شافوه اول مره ظهر وقتل البنت والجندي بضربه واحده اخترقت اسمهم هما الاثنين. بعدها الوحش بيقرب من المبنى وبيهاجمهم، بس اللي بيحوش عنهم ان الابواب الحديديه كانت بتقفل. وهيوم بيقف مشلول مش بيتحرك من صدمته. والدة البنت بتضربه وبتلومه ان هو سبب في موت بنتها، وان لو كان فتح الباب من بدري زي ما طلبت كان زمان بنتها في امان. في الوقت ده كان هيون سو راح مع هيوك وجي سو وساب الاطفال مع دوسك. وكيونج كانت محبوسه في شرناها عملها عليها الوحش اللي شبه العنكبوت في البدروم، وهي بتقدر تحرر نفسها اول ما الوحش بيجي يفتح شرناها علشان ياكلها وتهرب منه في انبوب التهويه. طبعا الوحش مش هيسيبها، بيفضل يطاردها وهي بذكاء بتستخبى منه في الزاويه ومش بيشوفها. بس لما بتيجي تخرج من فتحه التهويه الوحش كان عارف مكانها وبيلحقها وبيلف شباكه على رقبتها، وكانت بتتخنق بس بتكسر حته حديده وبتقطع بيها الشباك دي بسرعه قبل ما تموت وبتتحرر منه. ولما بترجع اول حاجه بتعملها انها بتضرب هيون علشان هو اللي بعتها البدروم وهو عارف ان هناك وحش اصلا علشان تصلح كابلات الكاميرات. وفي اعلان الجيش بيعرفوا الناس ان الحل الوحيد علشان يحموا نفسهم انهم يقتلوا اللي بيظهر عليه الاعراض في الساعه الذهبيه قبل ما يتحول بشكل كامل. وهيون سو كان نازل على السلم لما فجاه بيقع وبينزل على الارض من الدور التاسع، غريب انه بيفوق بعدها كانه ما حصلوش حاجه. وساعتها الناس ما كانوش متقبلين وجوده وسطيهم لانه بيمثل خطر عليهم وممكن يتحول بشكل كامل في اي وقت. في شقه دوسك كانت الست اللي بتحمل اطفال بتحضر لهم الغداء لما فجاه بتبدا تتحول، هي بتقطع الخضار وبدل ما تقطع الجزر بتقطع صوابعها، ومره واحده عينيها بتسود وبتبص للطفلين. يا ترى هتقتلهم بقى بعد كل ده ولا ايه اللي هيحصل؟ الكل تحت كانوا متجمعين بيعملوا تصويت على ان هيون سو هيقعد معاهم ولا يمشوه، بما ان المجموعه شايفين انه خطر. فجاه كان بينزف من انفه وبيبدا في التحول، وبعد ما كان هو اكتر المعارضين لوجود هيون سو وبينتهي بيه الحال ان هو اللي بيتحبس خوفا منه يتحول. والباقيين بيشوفوا ان كيم حصل له كده عقابا من ربنا علشان معاملته القاسيه لزوجته اللي كل ما يشوفها يضربها وهنا مع انها ما عملتلوش حاجه. وبعد شويه كان كيم موقفه اتغير وبيترجى هيون سو انه يقول له على السر اللي مخليه ما يتحولش بشكل كامل علشان يبقى زيه، بس هيون سو مش بيساعده. وسان جوك كان مستني جاي يو وبيهجم عليه وبينزل فيه ضرب، بس جاي يو بيهرب منه وبيخلي الناس يحبسوه على انه بيتحول مع هيون سو وكيم، كل ده علشان يخلص من سانج ووك. بس سانج ووك كان عاوز المفتاح اللي معاه وعرف ياخده منه من غير ما يحس وهو بيضربه. ودوسك كان في الوقت ده بيعدل الاسلحه بتاعته بيجهزها علشان يكون مستعد لما البنت الصغيره بتصحى من النوم وتساله على الست راحت فين. ولما بيدور عليها بيلاقي انها اتحولت وبقى في جنين عملاق في الاوضه جوه مقفول عليه وهي ملهاش اثر. لما كان دوسك هيضربها بالنار ويقتلها بيفتكر كلامها وقت ما كانت بتحكي له على طفلتها وفرحتها بيها في كل مره كانت بتناديها بامي واول مره اتحركت فيها، فبيقفل عليها الباب تاني وبيسيبها من غير ما يأذيها. في الوقت اللي كان سانج ووك بيطلع على شقه جاي يو علشان يفتشها من جديد، وهنعرف السبب دلوقتي ليه العداوه اللي بينهم دي. لما هيون سو وهو طالع لدوسك بعد ما هيون طلب منه انه يجيبه تحت علشان يساعدهم في تامين المبنى بما انه خبير في الاسلحه، بعد ما شاف السلاح اللي مع هيون سو، هيون سو بيتقابل مع سانج ووك وبيتقاتل معاه لانه كان متحول وعينيه سودا وسانج ووك بيفتكره هيقتله. فجاه هما الاثنين بيتفاجئوا بحريف الدور الخامس وفي وحش وسط النار دي بيسحبهم وكان هيقتلهم، بس من حظهم ان سيوب العجوز ويوري الممرضه بتاعته بيظهروا بيساعدوهم بسرعه وبياخدوهم على شقه سيوب لغايه ما بيفوقوا وبيتحسنوا شويه. لما سيوب بيعرف ان هيون سو متحول بيطرده وهو بيقول له ان لو كان يعرف ان وحش ما كانش انقذه لان شاف جروحه بتلتئم بسرعه جدا وعنده قوه التعافي الذاتي، بس بيطلع بيخدعه وبيتريق عليه بيروح معاه المهمه بتاعته علشان يساعده.
اما سانجوك فكان اول ما فاق خرج وراح على شق جايو. نعرف ان كل واحد من اللي بيتصابوا بيتحولوا الوحش اللي بيتحولوا ليه على حسب رغبتهم الدفينه وشرورهم الداخليه. وجايو لما بيدرك ان سانجوك سرق مفاتيحه وطلع فوق بيتجنن. ساعتها كان سانجوك بيدور في شقته ومش لاقي اللي بيدور عليه لغايه ما بيشوف باب احمر وهو خارج. لما بيجرب يفتحه بيدخل وبيلاقي ان ده استوديو تحميض ومليان بصور اطفال كانوا مخطوفين واتقتلوا والشرطه ما عرفتش تلاقيهم. وكان من ضمن الاطفال دي ابن سانجوك اللي كان بيخطف الاطفال دي وبيعذبهم واللي لبس القضيه مكانه هو سانجوك. عشان كده سانجوك كان بيعذبه من البدايه. ساعتها بينزل زي المجنون وفي قوه رهيبه من رغبه الانتقام والغضب الشديد بيدور على جايو. اول ما بيلاقيه كان جايو معاه مطرقه كبيره بيضرب بيها سانجوك، بس هو مش بيتاثر بالضربه وبيهجم على جايو ياخد منه المطرقه وبينزل بيها ضرب في جايو. وبيفتكر حكم المحكمه وانه طلع زي الشعره من العجين مع انه اذى اطفال كتيره جدا لغايه ما بيكسر دماغه وبيجرجره بعدها وبياخده بره المبنى وبيقول انه ما يستحقش يموت موته انسانيه لانه مش انسان اصلا. وبيفتح الباب من غير ما اي حد يحاول يمنعه ولا يقرب منه حتى وبيرمي جثه جايو بره للوحوش تاكلها. شويه وبيدخل تاني للمبنى ومعاه جثه الجندي وجثه البنت اللي الوحش قتلهم الصبح وبيقفل الباب على نفسه بره. بس ساعتها هيوك بيمنعه وبيفتح الباب تاني وبيدخله جوه المبنى بعد ما وقع على الارض مغمى عليه. وبعدها بنشوف هيونسو وهو كل شويه واخد السلاح بتاعه بيطلع يدور في الادوار العليا على اي حد محتاج مساعده ووصلهم للدور الارضي علشان يكون كلهم في امان. وبره المبنى كان العالم بقى غابه، وحوش بتتغذى على البشر ووحوش اكبر بتتغذى على الاثنين. وكان صراع للبقاء كبير، يا ترى مين اللي هيفوز فيه؟ البشر هيعرفوا يتاقلموا مع الفيروس الجديد ده ويستخدموا قواهم الجديده زي هيونسو، ولا هيبقوا كلهم وحوش؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقه اللي جايه. لو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش اشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.